السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نلتقي من جديد. ومرحبا بالإخوان، مرحبا بالجميع، ونتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الموضوع ديال اليوم الإخوان، كيف ما شفتوا البارح شاركت معكم التاريخ اللي قلت لكم ديال القانون اللي هو مفتوح حتى 2025. وهذا القانون هذا قلت لكم حتى 2025 كان ديجا يعني كان ديجا تحط نهار 8 في شهر 5 في الجريدة الرسمية أن الذكرى التوفلوسي يعني من ضمن القوانين وتعديل قانون الهجرة كاين حطوا حتى الذكرى التوفلوسي اللي غادي يبقى حتى 2025. وهضرنا على القطاعات اللي هي مهمة بزاف ديال دخول العمال في الباتانتي والدوميستيك وقلت لكم، ولكن كاين بزاف اللي كيسول إمتى هذا القانون، واش ممكن أننا ندفعوا دابا حاليا ولا لا. غادي نفهمكم الاخوان كل شيء داكشي بالتفاصيل، ونطرقوا كذلك لواحد الموضوع بزربه. هذا الموضوع حتى هو الاخوان كيهمكم كاملين، حتى هو في حاله ما الا جيتي بكونترا بطبيعه الحال دخلتي قانوني موديل لبي. تنعرفوا حنا الكونترات الاخوان ديال موديل لبي فيها الخدمه فيها الاوراق، ما بغاش يخدمك ضروري كيدفع لك، وانت فاش كيدفع لك كيعطيك الروسي ديالك، كتمشي تدفع في البوسطه وكل شيء داك الكيت ديالك، كتاخذ الروسي كتاخذ الريتشيبوتا وكتمشي تقلب على باترون اخر اللي تكمل معاه وتخدم معاه. المهم موديل سي ما كيطبقش عليه، علاش؟ موديل سي خاص ضروري اللي جابك يدفع لك كل شيء وتستنى حتى دير لا كونفرسيوني في حاله ما الا باغي تستافد من اوراق الاقامه ديالك من البرميسو دي سوجورنو. بالنسبه للبي بزاف ديال الناس كيلقاو مشاكل في البي، علاش؟ كاين يعني بعض الباترونات كيجيبك وكيبغي فعلا يخدمك، ولكن كيعطيك واحد الخدمه اللي هي ثقيله بيزانتي ما تقدرش تخدمها، كيحرط عليك كيف ما كنقولوا، كيدفع لك كل شيء وكيقول لك ضروري خاصك تخدم هذه الخدمه وتجيبك على اساس خدمه اخرى. في المثال يعني تواصلت مع الاخوان، هذا الشيء علاش انا درت فيديو باش نوضح لهم ونوضح لكم كاملين الاخوان. تجابك على اساس انك شايفور موديل لبي شايفور، ولكن عطاك دخلك لواحد الكوري خدام مثلا فواحد الكوري، ولا عطاك واحد القطعه ديال الغنم قال لك سير سرح لي هذاك القطعه ديال الغنم، ما عطاكش الخدمه ديالك اللي انت جيتي عليها على اساس انك دير الخدمه ديالك اللي كتقنها، وعطاك خدمه اخرى اللي هي صعيبه واعره بزاف. في هذه الحاله هذه انت كتمشي تقلب على واحد اخر، في المثال كتقلب على واحد اخر كتخدم معاه، وخايف ان السيد فاش دفع لك وكل شيء دار معك الاجراءات كامله وخديتي الروسي ديالك، ولا كيقول لك الا مشيتي عليا ولا كيعيط عليك غادي نضرب عليك وعندك مشكل ما غاديش تاخذ الوريقات ديالك. هو اون فواش كتجي كدير معاه كلشي كونتراتو دي سوجورن في بريفيتورا كلشي، انت الا مشيتي لقيتي خدمه اخرى وعندك الروسي من حقك انك تخدم، فقط كدير ديميسيوني كتسيني ليه بانك تتليت شينسي راسك، كتستاقل كدير الاستقاله ديالك يعني اللي هي المغادره الطوعيه، انت اللي بغيتي كتقول له اخويا انا ما بغيتش هذه الخدمه هذه، ولكن خاصك تلقى خدمه اخرى، خاصك تلقى باترون اخر اللي غادي يريقلك واخا غير بالروسي بهذيك ريتشيبوطا غادي يريقلك. علاش خاصك حتى تلقى خدمه اخرى وباترون اخر عاد ليسينس من عندك؟ لانك ما قدرتيش تخدم عنده ومشيتي عند الاخر اللي خدمك بطبيعه الحال في الحرفه ديالك ولا المهنه ديالك. علاش؟ حقاش نهار البصمات ان شاء الله كتدي معاك الكونترا ديال الباترون الاخر اللي درت ليه جديد، كدي معاك الكونترا ديال الخدمه الجديده وكدي معاك بوستا باغات وكتمشي تبصم عادي ما عندك حتى شي مشكل. في حاله ما دبرتي على خدمه اخرى في النيرو وما ريقلكش الباترون الثاني ما دار معك حتى حاجه، ما تمشيش ما تضربش على راسك، خلي حتى تبصم وتسنى من الاحسن كاع حتى تاخذ البرميسو دي سوجورن في حاله ما الا ما لقيتي لا خدمه لا كونترا عاد حيد من عند الاخر. يعني انت باقي مريقلك الاول وما درتيش كونترا مع الثاني، من الاحسن ما تضرب على راسك ما تمشي حتى شي بلاصه، كمل مع هذاك السيد. حقاش الناس جاو ولقاو مشاكل، يعني لا درتي كونترا اخرى مع باترون اخر ليتشينسي راسك، دير ديميسيوني دير الاستقاله عادي وكتمشي بكونترا جديده باش انك تمشي تبصم، وبوستا باغات الاخرين عطاك جوج ولا ثلاثه ولا كتبصم عادي، ضروري تقدم ديميسيوني من عند الاول. هو قال لك لا ما تمشيش وما لقيتيش باترون اخر غادي تبقى خدام معاه. فهمتوني الاخوان؟ حنا حتى لهنا راه حقاش هذا المشكل هذا، راه عند بزاف ديال الاخوان كيجي وما كيبغيش يخدم هذيك الخدمه وكيبغي يمشي عند شي واحد اخر، داير لك كونترا قدم ديميسيوني ديالك، قدم الاستقاله ديالك من عند الاول، ما دارش لك كونترا ما تقدم لا ديميسيوني لا والو، حتى تبصم وتاخذ الوريقات ديالك باش ما تطيحش في مشكل. حتى لهنا رحنا فاهمين الاخوان. بالنسبه الباتانتي والدوميستيكو اللي هضرنا عليه البارحه الاخوان قلت لكم راه في هذا التاريخ كامل 2025 راه موافقوا، يعني كان تعديل ديال قانون الهجره تحط في الجريده الرسميه 8 في شهر 5 ديال 2023 تحط هذا القانون هذا، ومن بين القوانين اللي تم المصادقه عليه هي الذكرى التوفلوسي حتى 2025.
وفي هذه المدة كاملة حتى 2025 الإخوان غادي يبقاو يتفتحوا قوانين وحصص غادي يبقاو يتعطاو من طبيعة الحال والدومينات والسيطورات، وعند الحاجة كيف ما قال وزارة الداخلية عند الحاجة غادي تفتح قانون ديال الذكريات الفلوسية. والقانون ديال الذكريات الفلوسية الإخوان في المدة ديال 2025 كاين حتى الدوميسيكو والباضانتي اللي هو كيتكلموا عليه بزاف، وكنت قلت ديجا لكم يعني الكوطة اللي كان اللي طالبين هي 23000. هاد 23000 هذا دابا غير اللي طالبين، ممكن تكون 10000، ممكن تكون 20، ممكن تكون 60، ممكن تكون 5000، على حساب يعني فما حنا احتجنا العمال غادي نفتحوا قانون طوال هاد 2025. سمعوني مزيان الاخوان، الناس اللي كتسول على امتى التاريخ واش نبداو ندفعوا دابا ولا لا، انا دخلت الموقع وزارة الداخلية فين كاين الطلبات كاملين ديال ديكريتو فلوسي باش نشوف واش كاين حتى الدوميستيك والبادانتي ولا لا. ما كاينش دابا حاليا الدوميستيك والبادانتي، امتى غادي يكون نموذج متاح للتعمار ديال الدوميستيك والبادانتي؟ نهار يحدوا الحصة كوطا اللي هي مطلوبة يقسموا على كل عمالة ويحطوا نموذج، سمعوني مزيان، والموديل بحال كيف ما كنشوف موديل بي موديل سي موديل بي بي اس، كاين موديل اخر وغادي نشوفوا النوع ديالو سميتو اما موديل ا ولا شي حاجه اخرى، لانني انا دخلت ولقيت موديل اخر ديال ال اس واحد، ولكن هاد ال اس واحد ديال الناس اللي هما ديجا هنا في اوروبا وباغيين يديروا برميسو دي سوجورنو ليميتاتو يعني دائم. غادي ندخلوا الموقع وغادي تفهموني مزيان الاخوان. دابا حاليا طوال هاد 3 سنوات حتى 2025 غادي يكون تاريخ ان شاء الله ديال بادانتي والدوميستيك ولا ديكريتو فلوسي قانون فلوسي حصص لهاد الدومين ولا هاد السيتور ديال البادانتي والدوميستيك ديال خدم البيوت. وغادي نقرا لكم الاخوان من المصدر، والمصدر هو لافورو 24 لافورو 24 باش تشوفوا علاش كنهضر، وغادي نوضح لكم مزيان الاخوان نوضح لكم مزيان اشنو غادي يكون ان شاء الله في 2025. سمعوني مزيان، بالنسبه خادمات ولا عمال المنازل توظيف عمال وهذا الشيء اللي غادي نقرا لكم غادي نخلي لكم من المصدر غادي تشوفوا هو مكتوب بالإيطالية غادي تشوفوا، لان كاين مصدر الاخوان توظيف عمال المنازل ومقدمي الرعايه من خارج الاتحاد الاوروبي الموجودين في الخارج. الناس غادي يدخلوا من الخارج ماشي اللي هنا، غادي يدخلوا في الخارج من الخارج، ولكن في القانون سمعوني يمكن لعامل الخدمه المنزليه من خارج الاتحاد الاوروبي دخول ايطاليا لاسباب عمل ثانوي كونترا ديال الموديل في المثال موديل غادي هما يحددوا الموديل لاسباب عمل ثانوي فقط، اسمعني مزيان ومسطر عليه انا، فقط ضمن نطاق حصص الدخول التي يتم تحديدها من خلال ما يسمى بالقرارات الوزاريه قانون فلوسي ولا الديكريتو فلوسي. فاش غادي يقولوا راه خاصنا دابا خاصنا البادانتي والدوميستيكو، ها الحصه اللي باغين العماله اللي باغين، كل عماله كيعطيوها الحصه ديالها، وها امتى غادي يطلع النموذج. فاش غادي يطلع النموذج غادي يعمر لك الباترون هذاك النموذج، فاش يعمر لك الباترون النموذج غادي يعطيك الروسي ديالك. هادشي علاش انا قلت لكم البارح توصلتي بشي روسي رسلوا ليا نقرا ونشوف لك النوع ديال الطلب اللي داير لك والموديل سميه ديال الموديل وفين ومعامن والتاريخ والتوقيت وكل شيء. المهم غادي ندخلوا الموقع وزارة الداخلية، غير هو اسمعوني نقول لكم راه ان شاء الله الوزارة ولا الحكومة نهار تبغي البادانتي والدوميستيكو غادي يطلعوا في موقع وزارة الداخلية طبيعة الحال كتدخل بسبيد، راه الباترون بوحدو كيدخل بسبيد كيكليك على النموذج ويعمر لك ويرسل لك الروسي ديالك. شنو كيحتاج؟ باسبور فقط، ما كاين حتى شي حاجة أخرى. ولكن الإخوان سمعوا ليا، نهار يطلعوا الحصص اللي يبغيو الحصص ويتقسموا على العمالات غادي نحطوا التاريخ راه ابتداء ان شاء الله من هذا التاريخ. كنتمنى انا هضرتي تكون مفهومه الاخوان وبلا ما نطول عليكم، ابتداء ان شاء الله من هذا التاريخ راه ممكن اننا نعملوا طلبات ديال البادانتي والدوميستيكو كولف رعايه المسنين والخدم او عاملات المنازل ابتداء من هذا التاريخ، وكيتقسموا الحصص كيطلعوا النماذج كليكي على النموذج الباترون بطبيعه الحال وكيرسل لك. المهم بقى معايا غادي ندخلوا لموقع وزاره الداخليه باش تشوف كل شيء على عينك وغادي تفهم. الطلبات ديال ديكريتو فلوسي كيف ما كتشوفوا هنا بورتالي سيرفيسي الموقع ديال وزاره الداخليه في كاين جميع الطلبات، وغنشوفوا حتى واش كاين كيف ما قلنا الاخوان البادانتي والدوميستيك ولا لا، ونشوفوا حتى النموذج واش ممكن انه يعمر ولا لا. المهم الدوماندات كاينين هنايا سبورتيلوني كوميغراسيون كليكي عليها
هنا الا كان شي كومونيكاسيوني راسلين لك هنا كدوماند، يعني كتعمر الدوماند اللي انت بغيتي وغادي نمشيو. كاين هنايا الدوماندات راه هادشي معروف الاخوان، نون لا وسطا لافورو، يعني نون لا وسطا بير موتيفو دي لافورو، كاين التجمع العائلي وكاين تيست ايطاليانو. حنا نديرو كومبي لا دوماندا بير موتيفي دي لافورو. هنا كيقول لك شالي اون دوماندا، اختار الدوماندا اللي بغيتي، نشوف الدوماندا اللي بغيت. وحنا بغينا نشوفو غير واش فعلا كاين دابا حاليا نموذج ولا كاين شي نموذج اخر، ولا امتى غيكون هذا النموذج ان شاء الله. هنا مازال ديكريتو فلوسي محلو، ديكريتو فلوسي كما كتشوف معايا هنا السطر الثاني، ديكريتو فلوسي ستاجيونالي، ديكريتو فلوسي نون ستاجيونالي يعني ديال الموديل بي وكل شيء. هنا كومونيكاسيون ستاجيونالي بلوريانالي ديال الناس اللي كيدخلوا متعددي السنوات، يدخلوا يخدموا 6 شهور 9 شهور ويمشيوا في حالاتهم. هنا غادي نمشيو حنايا نديرو ديكريتو فلوسي نون ستاجيونالي، نكليكي على ديكريتو فلوسي نون ستاجيونالي نشوف شنو غادي تعطيني. بطبيعة الحال غتعطيني بزاف ديال الموديلات اللي عندي انا اختيار. شي اللي هنا دوماندا، يعني اختار دوماندا اللي انت بغيتي. ممكن الا لقيت البادانتي ندير طلب ديال البادانتي. هنا الدوماندا اللي كاينه من هنا موديل لبي كيف ما كتشوف معايا هنا السطر الثاني، موديل لبي موديل بي بي اس، حتى هاد الطلب هذا ديال بي بي اس راه دفعوا فيه الناس فراغوزا وكوزينسا دفعوا فيه بزاف، هو ماشي بي ولكن ديال الناس اللي داروا فورماسيون وداروا دورات تدريبيه في البلاد ويدخلوا يخدموا. هنا كيف ما كتشوف معايا هنا ريكيس ان لا وسطا لابورو سوبر دانس وبرستانير بروسيس سوبرماس. غادي نمشيو هنا لواحد الموديل، المهم موديل بوحدو اللي كاين حاليا ديال دوميسيكو هو هذا اللي كتشوفوه معايا هنا، هو ال اس كيف ما كتشوف معايا هنا ال اس واحد، راه مكتوبه ال اس واحد ريكيست دينو لا وسطا لافورو دوميسيكو بير سترانييري ان بوسيسو دي اون بيرميسو دي سوجورنو و بير سوجورنانتي دي لونغو بيريودو. هنا الناس اللي هما ديجا عندهم بيرميسو دي سوجورنو وباغين يحولوه الدائم في المثال، وديال دوميسيكو كيف ما كتشوفوا معايا هنا ديال دوميسيكو حاليا هاد الطلب هو اللي كاين ديال دوميسيكو كيف ما كتشوفوا معايا هنا ال اس واحد هو ديال دوميسيكو. كيف ما قلت لكم ان شاء الله فاش غادي يحدوا حصه ويقسموا الحصص على كل عماله غادي يطلع النموذج ديال دوميسيكو والبادانتي هنا، وغادي ندخل هنا وغادي نكليكي وغادي نشوفوا حتى النموذج الاخوان، حتى النموذج غادي نشوفوه ودائما هنا في موقع وزاره الداخليه. ولكن كيفاش باش تدخل موقع وزاره الداخليه؟ لا، خاصك تكون هنا وعندك الهويه الرقميه، عندك سبيد باش انك تدخل تشوف يعني اللي كاين، وما يمكنش لك تعمل دوماند راسك، يعني ضروري خاص داتوري ديال لافورو، ضروري خاص مشغل.